والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا الناطق الرسمي باسم تجمع كذاب اتحاد شهداء بدر. نحن الآن على جبهة الأشرفية، طبعا العمليات العسكرية مستمرة على هذه الجبهة. العمليات العسكرية حاليا عم تقتصر على عمليات القنص. طبعا نحن نشرنا قناصيننا بشكل ممتاز، والحمد لله قطعنا كل طرق الإمداد اللي عم بيحاول الجيش أنه يوصلها لعناصره، وحاليا نقوم بمحاصرة بقايا عناصر الأسد المتواجدة في بعض الأبنية في حي الأشرفية، والله ولي التوفيق.